السلام عليكم، النهاردة هكلمكم عن قسم الهندسة النووية والإشعاعية. قسم الهندسة النووية هو فرع من فروع الهندسة اللي بتهتم بتطبيقات الإشعاع والعلوم الذرية والنووية في مجالات كتير، زي فيزياء المفاعلات النووية، وزي الوقاية الإشعاعية وتصميم الدروع، وزي المواد النووية والوقود النووي، وزي أمن ونظم أمان المحطات النووية، وزي النفايات النووية ومعالجة الوقود والأسلحة الذرية والتحكم في المفاعلات النووية وفيزياء البلازما والمعجلات وتطبيقات تانية كتير. تطبيقات الإشعاع النووي موجودة في الصناعة والطب والبترول والزراعة. القسم متقسم لأربع شعب: النيكولار انجينيرينج والراديشن أبليكيشنز والريسيرش رياكتورز والماتيريال ساينس، وحاسب لك مصدر في الديسكريبشن او الكومنت تحت بيتكلم عن الشعب دي بالتفصيل. هنتكلم بقى عن الدراسة في القسم. انت بيبقى عندك مواد متخصصة في المجال ومواد مش متخصصة. المواد اللي مش متخصصة زي ايه؟ انت بتدرس مواد من كهرباء زي السيركتس والالكترونيكس والالكتريك ميكانيكس، ودي مواد من كهرباء، وفي مواد زي الفلويد والسيرمو والماتيريال، ودي مواد من ميكانيكا. طبعا انت بتدرس بكميات اقل من كهرباء وميكانيكا، لكن لازم المهندس النووي يكون عارف عن الميكانيكا والكهرباء. طيب والمواد المتخصصة؟ في سنة اولى هتدرس مواد زي مادة الفيزياء الذرية ومادة مقدمة في الهندسة النووية. في سنة تانية هتدرس مواد زي مادة الفيزياء النووية، ودي تعتبر من اهم المواد في سنة تانية لانها اساس اغلب الدراسة. وفي مادة زي مادة المحطات النووية وفيزياء البلازما، وفي مواد تانية مهمة كتير. هنتكلم بقى عن مجالات العمل. مجالات العمل في القسم كتير، زي محطات القوى النووية، ومحطات إنتاج الوقود النووي، ومحطات معالجة النفايات النووية، وهيئات الطاقة الذرية، وهيئات المحطات النووية، وهيئات الرقابة الإشعاعية والنووية، وفي كمان مراكز البحوث النووية وتكنولوجيا الإشعاع، وفي كمان الطب النووي وتطبيقات الإشعاع في الطب، وفي كمان التعدين والتنقيب عن اليورانيوم والمواد النووية، وفي كمان الصناعات العسكرية. هنتكلم بقى عن فرص العمل. فرص العمل هي صعبة في مصر، وده عشان مفيش منشآت نووية كتير. يعني مثلا ممكن يجي لك تعيين في أي هيئة نووية موجودة في مصر وبيبقى تعيين حكومي، وممكن تشتغل بره مصر بس برضه بيبقى صعب عشان موضوع الأمن القومي. بس أغلب الخريجين بيكملوا في المجال الأكاديمي، فتلاقي اللي سافر منهم اتعين معيد في جامعة في أمريكا مثلا أو روسيا وبيكمل هناك دراسات عليا. في برضه اللي بيعمل كارير شيفت وبياخد كورسات كهرباء أو ميكانيكا وهو درسهم برضه في القسم، والكلام ده برضه في الحاضر، ما نعرفش كمان كام سنة إيه اللي يتغير. سوق العمل دايما متغير، ودايما في مشاريع ومحطات بتتعمل زي مشروع المحطة النووية اللي بالضبع. عامة يعني الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى، انت كل اللي عليك انك تسعى. انا حاسب لكم برضو مصادر مهمة في الديسكريبشن، مهمين جدا لو عايز تعرف اكتر عن القسم. وبس كده، يا رب اكون فدتكم قدر المستطاع، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. سلام.